السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله رب يكون الجميع في خير وفي نعمة، اللهم أمين يا رب العالمين. إخواننا الله يبارك في الجميع، أول شيء طبعا عيد مبارك على الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكون الجميع في الصحة وفي نعمة، ونحل الجميع في خير وفي نعمة، ويتقبل الله سبحانه وتعالى الطاعات في شهر رمضان المبارك، نسأل الله ذلك، اللهم أمين يا رب العالمين. إخواننا الله يبارك في الجميع، طبعا نتمنى من الجميع الاشتراك في القناة، لعل إن شاء الله أي فيديو يتم نشره يوصل للإخوان اللي مشتركين معنا إشعارات بالفيديوهات الجديدة، أو ما تم نشره حديثا، أو حتى في البث مباشر يصل إشعار إن فيه بث مباشر. الله يبارك في الإخوين، أتكلم على موضوع العاسلة، تمام، وربما هنتكلم فيه باختصار في بعض الأمور اللي ما اتكلمناش فيها في السابق. يعني احنا اتكلمنا قبل كده في السابق عن فيديو بالنسبة للعاسلة، هنتكلم برضو كذلك المرة دي ولكن لأمور ما اتطرقناش لها، تمام. طبعا أول حاجة الله يبارك في الإخوان، وهي الشروط اللي مفروض تكون موجودة عشان أنا كنحال أرفع العاسلة، تمام، لازم يكون الحاجات اللي هنتكلم فيها دي موجودة، تمام. أول حاجة بالنسبة للشروط دي، وهو أن يكون عندك الطابق الأول اللي هو الخلية التربية، تمام، يكون خلاص على اقتراب ان هي تكتمل، سواء انت عندك خلية 7-8 براويز الساعة بتاعتها زي اللي موجودة الخلايا اللي هي الحيازة بتاعتها او المساحة بتاعتها في خلال 7 براويز او 8 براويز، او سواء الخلية اللي هي 10 براويز الساعة بتاعتها، تمام، فيكون الخلية خلاص على اقتراب ان هي تمتلئ، ناقص لها برواز وتمتلئ، او ناقص لها نقدر نقول تقريبا برواز، نعم، فبرواز، لان خلاص بيكون الخلية على مقربة ان هي تبني بيوت تطريد وتطرد. في الحالة ديت انا بكون واخد الخطوة اللي بعد كده ان انا هرفع العسل، تمام. تاني شيء وده شرط مهم جدا، ان الحضنة اللي تكون في الطابق الاول او في الخلية الدور الاول يكون على الاقل 6 براويز أو 7 براويز من الحضنة، تمام. طبعا انا اتكلم في خلية 10 براويز يكون فيها على الاقل 6-7 براويز حضنة، على اساس ان انا يكون عندي المقدرة ان انا اقدر ارفع حضنة في العاسلة وانزل مكانها او استبدل مكانها شمع اساس النحل يقوم ببنائه، تمام، وبالتالي يكون عندي قوة جيش، ما يكونش عندي بروازين حضنة او 3 براويز حضنة بقول ارفع عاسلة، تمام، قوة الحضنة او كمية الحضنة ضعيفة، تمام. ومعنى ان هي قوه الحضنه قوه يعني كميه الحضنه او او حجم الحضنه ضعيف، معنى كده ان اكيد المرء عندك متوسط، تمام. دلوقتي الله يبارك في الجميع، نقدر نقول اهم حاجتين لابد يكون متوفرين، كثافه نحليه مع الحضنه، والخليه خلاص امتلأت، فبالتالي بيكون عند المقدره في اللحظه دي ان انا ارفع عسله، تمام. طيب الحاجات دي متوفره عندي وجهزت العسله بتاعتي وهتوكل على الله هرفع العسلة، ايه اللي انا ارفعه؟ طبعا سواء انا عندي خلية، نتمنى ان الجميع نركز في الكلام ده، سواء انا عندي خلية الساعة بتاعت الصندوق 7 براويز او الساعة 10 براويز، فكذلك لما هجيب عسلة، تمام، يكون العسلة ديت المساحة بتاعتها او الساعة بتاعتها نفس ساعة التربية او نفس الخلية اللي هي بتاعت التربية، باستثناء طبعا عدم وجود قاعدة في الاسفل، تمام. وقوم جايب العاسلة رافع في العاسلة ديت بروازين او 3 براويز من الحضنة المغلقة. واحد يقول لي بروازين ولا 3، اقول له سواء بروازين او 3، اللي يتحكم فيها وهو كمية الحضنة اللي موجودة في طابق التربية. يعني لو عندك في طابق التربية 6-7 براويز حضنة، ارفع 3، ارفع 3 لا يوجد مشكلة، تمام. ولكن لو موجود في طابق التربية 5 براويز من الحضنة، يبقى صعب انك انت ترفع 3، في الحالة ديت ترفع 2 فقط، تمام. فاصبح ان كمية الحضنة اللي في طابق التربية بتحدد انا ارفع قد ايه، تمام. طبعا اي برواز انا هرفعه من طابق التربية انزل مباشرة مكانه برواز شمع اساس، تمام، على اساس الهدف ان النحل يقوم ببنائه، يعوض البراويز اللي انا رفعتها في الاعلى، ملكة تضع بيض، تمام. اصبح بالتالي انا بعمل عملية تجيش، بجيش النحل، تمام. لو واحد بيسألني سؤال ارفع العسلة في الموسم،
موسم الفويض موسم العسل، ولا وانا بجيش النحل استعدادا للموسم؟ اقول له الافضل وانت بتجيش النحل استعدادا للموسم ده يكون افضل، ده يكون احسن، تمام؟ على اساس انك انت تربي قوه جيش كبيره او تجيش قوه جيش كبيره، تمام، تخش بيها الموسم بتاع الفويض، تمام. العسيله اللي انا اتحدث عليها حتى يكون الكلام واضح هي العسيله الكبيره او العسيله اللي هي بتشيل برواز كامل من براويز لانجستروز، تمام. هنتطرق للحديث فيما بعد على النصف عسيله، ولكن احنا دلوقتي في صدد ان انا برفع اول عسيله على طبق التربيه، تمام، حتى يكون الكلام واضح للمستمع اللي بيستمع لينا. بعد ما رفعت العسيله ورفعت زي ما انا قلنا الحضنه فيها، خلينا ندي تواريخ لعل المستمع يطلع يوم 20 ابريل او 20/4 لسنه 2023. رفعت العسله، جهزت الامور، نزلت شمع الاساس في طابق التربيه. طبعا انا بجيش نحل، بقدم تغذيه سكريه سائله على اساس اساعد النحل في عمليه بناء الشمع. افحص الخليه ديت امتى؟ افحصها يوم 25/4. يعني انا هرفع الخليه طابق تاني او عسله 20/4، اجي 25/4 افحص الخليه، افحص الطابق الاول اشوف النحل عمل ايه في شمع الاساس اللي انا نزلته، تمام. انا منزل بروازين شمع اساس في طابق التربيه او منزل ثلاث براويز شمع اساس، ده زي ما احنا قلنا حسب ما انا رفعت قد ايه من براويز الحضنه المغلقه. رفعت ثلاثه في العسله هنزل ثلاث براويز شمع اساس، رفعت اثنين هنزل اثنين شمع اساس، تمام. ديت طبعا زي ما احنا قلنا مطروقه للاخ اللي هو بيستمع ليا مقدار الحضنه عنده قد ايه في طابق التربيه، تمام. نقطه بسيطه بس، وهي براويز الاساس لما اجي انزلها في طابق التربيه ما احطهاش جنب بعض، تمام. احط واحد رقم اثنين، احط رقم واحد رقم اربعه، احط واحد رقم سته او سبعه، تمام، على اساس ان يكون مش جنب بعض والنحل يسرع من عمليه البناء بتاعته، تمام. جيت زي ما انا قلت يوم 25/4 فحصت الخليه الطابق الاول اشوف النحل عامل ايه في شمع الاساس. النحل بنى شمع الاساس ممتاز جدا، الملكه ابتدت تضع البيض، الامر يكون ممتاز جدا، ده اللي انا عاوزه. طبعا مع الانتباه لاي بيت ملكي موجود او النحل بناه في العسله او طابق التربيه اهدمه، اهدمه طبعا بعد ما اتاكد من وجود الملكه، والملكه طبعا بتضع البيض، تمام. وبالتالي انا خلاص ابتديت اعمل التوسع والنحل ابتدى يبني شمع الاساس، ابتدت الخليه تمشي معايا في التطور، تمام. فانا مطلوب مني دلوقتي كان حال تقديم تغذيه سكريه سائله، تمام، واجي ان شاء الرحمن الزياره اللي بعد كده يوم 30/4 اللي هي 30 ابريل يعني، او 1/5 ان شاء الله، يعني بعد مرور برضه خمس ايام، تمام، الوضع فيه ايه؟ هل البراويز الاساس كلها تم مطها ولا ايه؟ اشوف براويز الحضنه المغلقه. خلي بالكم من النقطه دي، براويز الحضنه المغلقه. عندي برواز او عندي بروازين حضنه مغلقه موجودين، اقوم رافعهم في العسله مره اخرى وانزل شمع اساس، تمام، على اساس بالعمل اللي انا بقوم ده انا بعمل عمليه تسريع من عمليه التطور، تمام، تسريع من التطور في الخليه، ان انا ارفع حضنه مغلقه للاعلى في العسله وانزل شمع اساس، ولكن طبعا شمع الاساس ده انا بتابعه ان النحل يقوم ببنائه، تمام. بس قبل ما انزل الدفعه الثانيه من شمع الاساس لابد ان الدفعه الاولى اللي انا نزلتها يكون النحل قام ببنائها كامل، دي مهم جدا، تمام، على اساس لما اجي ارفع حضنه، لو في حضنه مغلقه يعني في طابق التربيه ارفعها للعسله يكون تم مطها او تم بناء الاساس الشمعي، تمام، وابتدي انزل اساسات مره اخرى، لابد بس ننتبه للنقطه دي، تمام. طبعا هقوم بالعمل دوت على عده دفعات لحد ما ان شاء الله الطابق اللي هو الثاني العسله يمتلئ معايا من اربع براويز لخمسه لسته، لحد ما نقدر نقول حسب الفتره اللي هي هيكون عندك موسم العسل امتى، تمام. ممكن ان شاء الله لو موسم العسل بتاعك في بدايه شهر سته، تمام، او منتصف شهر سته، يكون تبارك الله ما شاء الله الطابق الثاني عندك او العسله امتلأ كامل
وربما ترفع الطابق الثالث. تمام. طيب هنيجي دلوقتي للإخوان اللي هم نقدر نقول رفعوا عاسلة، وموسم الفوض أو موسم العسل هيبدأ عنده في منتصف شهر 5، يعني تقريبا قدامنا حوالي 25 يوم تقريبا لحد منتصف شهر 5. تمام. ده طبعا هيخليه شغال زي ما احنا قلنا بوتيرة تقديم تغذية سكرية، رفع براويز حضنة مغلقة للأعلى، تنزيل أساسات في الأسفل في التربية. تمام. لحد ما يجي موعد موسم العسل، أول ما يجي موعد موسم العسل يقوم مباشرة واضع الحاجز الملكي. تمام. ده في حالة طبعا ان الموسم بتاعه نقدر نقول هيستمر شهر 25 يوم. تمام. اتمنى يكون وصل لنا الجزئية دي. اصبح ان انا الحاجز الملكي مش هحطه نهائي الا في بداية موسم الفويض او بداية موسم العسل. تمام. قبل ما احط هركز في الكلام ده. تمام. خلينا ان انا اقول دلوقتي ان انا العسيل عندي فيها 8 براويز او 9 براويز من الحضنة في الطابق الثاني الاعلى. تمام. لان الملكة على الاغلب بتطلع تضع البيض في الطابق الاول اللي هو فوق العسلة، وبتنزل كذلك في طابق التربية تضع البيض. تمام. ده طبعا في حالة وجود عدم الحاجز الملكي. اول ما موسم الفوض يبدأ عندي واحط الحاجز الملكي، قبل ما احط الحاجز الملكي افحص طابق التربية اللي هو في الاسفل. تمام. واي برواز موجود حضنه مغلقه النحل اغلق عليه افحصه. تمام. طبعا في بيوت ملكيه اهدمها، في الملكه اترك الملكه في التربيه، الملكه اخليها في الطابق الاول التربيه وارفع براويز الحضنه المغلقه فقط للاعلى. كذلك العاسله افحصها او اقوم بعمليه تلبس في التربيه، براويز الحضنه المفتوحه كذلك انزلها في الاسفل في طابق التربيه. أصبح إن العسيلة عندي فقط تكون كلها عبارة عن براويز حضنة مغلقة. تمام. وطابق التربية يكون موجود عندي فيه حضنة مفتوحة، موجود فيه بيض، موجود فيه مثلا إطارات مبنية جاهزة، موجود فيه خبز النحل. تمام. دي اللي يكون موجود عندي في التربية. ثم بعد كده أقوم جايب الحاجز الملكي مجهزه. ولكن قبل تركيب الحاجز الملكي، ننتبه للنقطة دي، قبل تركيب الحاجز الملكي أنفض النحل كامل في طابق التربية. طب ليه؟ على أساس إن الذكور اللي موجودة على البراويز، الذكور اللي موجودة على البراويز، لو أنا خليتها موجودة في الأعلى وركبت الحاجز الملكي مش هيكون ليها منفذ تخرج منه. تمام؟ فأنا بالتالي بأنفض النحل كله أو بنفض البراويز كلها اللي هي في العسلة بنفضها في التربية. تمام. وبعد كده بحطها فارغه في العسله واركب الحاجز الملكي. تمام. واقفل الخليه بتاعتي مباشره. طبعا النحل هيبتدي يتجه للاعلى، يقوم بعمليه تدفئه للحضنه. تمام. ويكون ثابت، موجود ثابت طبعا في طبق التربيه اللي في الاسفل او الطابق الاول، موجود الذكور على اساس يبقى في عمليه صروح تقدر تخش وتقدر تخرج. تمام. فنخلي بالنا من الجزئيه ديت، هي جزئيه بسيطه ولكن احنا بنتكلم على الاخوان ربما يكون اللي بيكون عندهم كميه من الذكور بكميات كبيره في المنحل. تمام. طبعا انا ركبت الحاجز الملكي مع بدايه موسم الفوض مع سروح النحل وجلبه كميات من الرحيق من الازهار. تمام. وبالتالي انا موقف التغذيه السكريه لان خلاص دخلت موسم العسل. بعد ما اخش موسم العسل وبدا موسم العسل وركبت الحاجز الملكي، اهم الوظائف أو الأساسيات اللي مطلوبة مني أنا كرجل نحال، تمام، وهي الفحص الدوري كل 5 أو 6 أيام. ده شيء أساسي. لو جيت في مرة غفلت أو أهملت في فحص اللي هو نقدر نقول كل 5 أو 6 أيام وانتظرت لمدة 10 أيام 12 يوم، في الحالة دي ممكن لا قدر الله النحل يقوم ببناء بيوت تطريد والخلية اضطرت. تمام. وتخسر كثافة نحلية كبيرة. تمام. فهو ده العمل الوحيد اللي انا بقوم بيه، انا بروح كل 5 أو 6 ايام بأشيل العاسلة. العاسلة على الاغلب ما بيكونش فيها بيوت ملكية. انا اتكلم خلاص لما الفوض او موسم الفوض يبدأ. تمام. ما بيكونش فيها بيوت ملكية.
انما الطابق التربيه او الطابق الاول هو اللي فيه الملكه، هو اللي فيه البيض، تمام، فيه اليرقات. فممكن بيكون لو الخليه نقدر نقول او الملكه عندها سلوك التطريب ممكن يحدث تطريب او ممكن يحدث بناء بيوت تطريب. فانا كل 5 أو 6 أيام بروح اشيل العسيله بهدوء، بشيل الحاجز الملكي بكل هدوء، بأدخن كذلك بهدوء برضه، ما ادخنش تدخين زياده، تمام. لما اجي اقوم بالعمل دوت احاول بقدر الامكان، لاما يكون في اوقات الصباح المبكر او نقدر نقول بعد اذان العصر. الهدف ايه؟ انا اروح اختار وقت يكون فيه صروح النحل ضعيف، صروح النحل ضعيف، ما اروحش في الوقت اللي فيه الذروه وكميه صروح النحل على الازهار وافحص الخليه وافتح الخليه عشان ما يحدثش شراسه، تمام. فطبعا زي ما احنا قلنا شيخ، تمام، ده مهم جدا للمبتدئ اللي بيستمع ليه، تمام، لان للاسف ساعات بنيجي نشيل البراويز اللي في طبق التربيه في كثافه نحليه كبيره، بيسقط مني الملكه بدون ما انا اخد بالي او بدون قصد، تمام، واخلي الخليه يتيمه لا قدر الله. فانا اجيب خليه فارغه، صندوق فارغ، اشيل فيه برواز رقم 1 من التربيه، برواز رقم 2 عشان اقدم مساحه واسعه قدامي اقدر افحص الخليه، تمام، ثم بعد كده افحص البراويز اللي في الخليه، برواز رقم 1 2 3 4، تمام، شوف الوضع بيقول ايه، اشوف الملكه بتضع البيض والوضع عامل ايه، فيه بيوت ملكيه ناتجه عن التطريد ولا لا، تمام. هيسالني واحد من الاخوان اللي بيستمع لينا سؤال، وهو لو لقى براويز حضنه مغلقه، تمام، براويز حضنه مغلقه في طبق التربيه، هل ممكن ارفعها في العسله؟ نعم، ارفع في العسله، تمام، ونزل مكانها شمع مبني، شمع مبني جاهز او شمع منفوخ جاهز، تمام، ووسع، ارفع في الطبق الثاني او في العسله البراويز اللي هي فيها حضنه مغلقه، لانك هتستفيد منها، لان اول ما الحضنه دي تخرج منها النحل مباشره يعبيها عسل، تمام. فنتمنى يكون منتبهين للنقطه دي. هنيجي نتكلم بعد كده بالنسبه للاخوان اللي هو مثلا هيكون الموسم ممتد عنده 35 يوم او 40 يوم، تمام، يعني موسم ما شاء الله موسم قوي، هل ممكن ارفع نصف عسله؟ يعني هل ممكن ارفع فوق العسيله اللي عندي دلوقتي؟ الخليه بتاعتي مكونه من 20 برواز، تمام، الطابق الاول 10 براويز، الطابق الثاني 10 براويز اللي هي العسله، تمام، هل ممكن ارفع نصف عسله في الطابق الثالث؟ نعم ممكن، لا يوجد اي مشكله. لو انت مز اللي هي مخصصه للنصف عسله براويز الصغيره يكون ممتاز، لو انت مخصص عندك او متاح عندك الصندوق اللي هو النصف عسله يكون ممتاز، توكل على الله، تمام، فده شيء يكون كويس جدا، توقع الله حطه، بالخصوص لو النحل عندك في نشاط كبير وفي ذروه الموسم فانت هتكون مستفيد، تمام. فنتمنى الاخوان يكونوا منتبهين للنقطه ديت والنقطه دي واضحه ليهم. واهم حاجه ننتبه لحاجه مهمه جدا، وهي ان احنا نحاول بقدر الامكان نضيف براويز شمع مبنيه، ما نضيفش بالتلات او الاربع او الخمس براويز من الشمع الاساس، لان النحل على ما يبنيهم هيستهلك كميه من العسل، تمام. طيب احنا خلصنا دلوقتي الحمد لله، اخدنا الموسم بتاعنا، خلصنا الموسم بتاعنا، تمام، وهنيجي نفرز العسل. فرزنا سواء عندنا نصف عسله فرزناها، سواء فرزنا العسله اللي هي الطابق الثاني بالكامل، ما شاء الله هتكون كلها يمكن على الاغلب وجود الحاجز الملكي يكون عندنا كميه من العسل ما شاء الله ممتازه، تمام، فرزنا العسل خالص. ايه اللي انا اعمله بعد ما افرز العسل او بعد ما اجني العسل واقطف العسل؟ ايه المهام اللي انا اقوم بيها بالخصوص للخلايا اللي هي مرفوعه عاسلات او طابق تاني او طابق تالت، تمام، هنتكلم عليها باختصار شديد عشان الفيديو ما يطولش مننا. بعد مباشره ما اقوم بفرز العسل ان شاء الرحمن او اجني العسل، اشوف الموسم القادم عندي هيكون بعد قد ايه، دي مهمه جدا وهي اللي هتحدد انا هعمل ايه، تمام. خلينا نتكلم مثلا تاريخا تقريبا، يعني لو انا فرست العسل عندي 1/6 شهر 1/6 فرست العسل، وموسم العسل القادم عندي هيكون 1/7، يعني قدامي تقريبا مثلا شهر، او فرست العسل انا 1/5
وموسم العسل هيكون عندي 1/6 يعني قدامي شهر تقريبا. الشهر دوت انا استغله كراجل نحال. اولا الكثافة النحلية عندي ربما هتقل شوية بعد انفراز العسل، تمام، فانا بالتالي هبتدي اعيد تجييش النحل مرة تانية. انا فرست العسل، شلت الحاجز الملكي، خلي بالكوا طالما انا عندي شهر متاح على الموسم اللي بعد كده، تمام، او 15 يوم او حتى 20 يوم او 35 يوم باقي على موسم العسل القادم، ابتدي اضغط النحل بتاعي. لان الخليه مثلا انا كنت حاطط نصف عسيله زياده، النصف عسيله دي بعد ما افرز العسل بتاعها ممكن يكون ما فيهاش كثافه نحليه، فاشيل النصف عسيله، تمام، وبالتالي ابتدي اضغط النحل بتاعي. ابتدي لو انا ما عنديش مصدر للرحيق او الازهار اللي فيها رحيق جايه من الخارج، ابتدي اغذي مره اخرى، تمام، علشان اجيش النحل ده عشان اعوض الفاقد اللي انا اخدته من العسل اللي اخدته من الخلايا دي، تمام، وابتدي اقوم بالمهام اللي هي نقدر نقول لابد ان حالي يقوم بيها، سواء انا مثلا حبيت ان انا اكافح فروة اكافح، تمام، لو الجو مناسب عندي طبعا. تاني شيء ابتدي اجيش النحل مره تانيه. انا دلوقتي لو كان عندي خليه 20 برواز يعني طابقين فرست العسل، ربما يكون عندي الخليه ديت هتبقى 15 برواز، تمام، تقريبا 14 برواز تقريبا، تمام، فابتدي اعيد الموضوع من تاني. اعيد الموضوع من تاني ازاي؟ افتح طابق التربيه، براويز الحضن المغلقه ابتدي ارفعها كذلك مره اخرى في العسله، تمام، طبعا بدون الحاجز الملكي، الحاجز الملكي مش موجود، تمام، انا فقط بجيش النحل، برفع البراويز الحضن المغلقه في الاعلى، بانزل البراويز اللي هي كانت كلها عسل وانا فرستها وبقت فارغه، تمام، يعني نقدر نقول فاضيه، تمام، انزلها في طابق التربيه على اساس ان الملكه تشتغل فيها في وضع البيض، وبالتالي تكون حضن، وابتدي اجيش النحل، احفز النحل بالتغذيه السكريه، تمام، عشان اقدر اعوض الفاقد اللي حدث عندي، تمام. سرعان ما شاء الله تبارك الله ربما يكون بعد فرز العسل ب 10 ايام ب 15 يوم الخليه بتكون مباشره قامت معايا او اتعافت معايا، تمام، لان احنا لو جينا نحسب حسبه بسيطه جدا، انا عندي الطابق الثاني اللي هي العسله وفرستهم او جنيت العسل ده، البراويز ديت اصبحت فارغه بعد فرز العسل، 10 براويز بقوا عندي فاضيين، تمام، ممكن بعد ما اضغط النحل اشيل منهم ثلاثه او اربعه، تمام، ثلاث او اربع براويز او ثلاث اربع كوادر اشيلهم خارج الخليه، اصبح الخمس ست براويز دول انا لازم انزل منهم في طابق التربيه، لازم انزل منهم في طابق التربيه في الطابق الاول على اساس احفز النحل وانشط الملكه تضع اكبر كميه بيض في الكوادر ديت او الاطارات دي على اساس ان انا اجهز للموسم القادم، تمام. تاني شيء ما شاء الله الملكات اللي هي الفتيه، الملكات النشيطه، لما انت هتشيل الحاجز الملكي وتنشط بالتغذيه هتبتدي تتجول ما بين الطابق الاول اللي هو طابق التربيه ثم تصعد للعسله وتضع البيض، تمام، ولما تلاقي الملكه بتصعد للعسله وتضع البيض شيل انت كرجل نحال، شيل البراويز اللي هي البيض او الحضن المفتوحه اللي في العسله ونزلها في الاسفل في طابق التربيه وارفع مكانها حضنه مغلقه، تمام، حاول تحفز النحل باستمرار وتنشط النحل باستمرار، تمام، على اساس تيجي بعد الموعد الموسم اللي بعد كده اللي هو زي ما احنا قلنا يكون مثلا بعد شهر بعد 25 يوم يكون انت الفقدان اللي انت فقدته في الموسم سواء وبعد الفرز العسل تكون عوضته، عوضته مره ثانيه، تمام، وتقدر تستفيد، تمام. اهم شيء في الفتره اللي انت هيكون ما شاء الله تبارك الله بتقوم بها بالاعمال ديت ربما يكون مثلا في شهر 5 ميلادي شهر 6 ميلادي تقريبا، لازم بشيء شرط اساسي يكون مظلل على الخلايا دي، خلايا فيها كثافه نحليه كبيره تتعدى ال 20 برواز، تتعدى ال 15 16 برواز. في اخوان ما شاء الله ربما يكون عندهم بعض الملكات الممتازه عنده ثلاث طوابق يتيم، فلازم تكون مظلل على الخلايا دي، تمام. فتحه السروح، نتمنى نخلي بالنا من النقطه دي مهمه جدا، فتحه السروح اللي في الطابق الاول او طابق التربيه تكون واسعه، تكون سعه فتحه السروح مناسبه لدخول النحل وخروجه في كميه السروح، تبارك الله ما شاء الله انت بتتكلم ربما يكون عندك في ما يعادل 100,000 نحله او 120,000 نحله،
كثافة نحلية كبيرة. تمام؟ عكس ما يكون عندك خلية 3 أو 4 كوادر تقسيمة جديدة، الصروح بتاعها ضعيف، مش محتاجة فتحة صروح كبيرة. تمام؟ فلابد الانتباه للشيء دوت. التهوية 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 لابد نأخذ في عين الاعتبار التهوية شرط أساسي، بالخصوص لما يكون عندي عسلات سواء بجنى عسل أو سواء بجيش نحل، يكون في تهوية مناسبة للخلايا دي. تمام؟ فأتمنى يكون النقطة وصلت لنا. بعد فرز العسل من العسلات، أهم الشروط اللي نعملها إيه؟ تمام؟ طيب، في نقطة تانية لابد نتحدث عليها برضو عشان ما نغفلهاش. إيه هي؟ أنا دلوقتي فرست العسل بتاعي، تمام؟ وقدامي لسه فرصة 5 شهور أو 4 شهور على الموسم القادم. تمام؟ ربما يكون الإخوان مثلا هيفرزوا الموسم ده وينتظر مثلا لشهر 9 ميلادي على موسم مثلا السدرة في الخليج أو بعض المواسم. هيسيب بقى الطابق التاني أو يسيب النحل مرفوع طوابق 3 4 5 شهور دول؟ لا، هنا الوضع يتغير بقى. طالما عندك أزيد من 2 3 4 شهور على الموسم القادم، هنا الوضع يتغير. يتغير إزاي؟ أقوم أنا مربي ملكات والعاسد أو الطابق اللي هي الطابق التاني أو طابق تالت، أستفيد منها أن أنا أنزلها على تقسيمات. تمام؟ لأني ما أخليهاش مرفوعة 2 3 4 شهور. لأني طبعا بص باختصار شديد إخواننا الله يبارك في الجميع والمتابعين اللي بيتابعونا، كل ما يزيد عندي الكثافة النحلية، تمام، اهتمامات النحل عندي أنا كنحال بتزيد، فحص الخلايا دي بيزيد، تمام، حدوث تطريد بيزيد. تمام؟ فبالتالي أنا طالما عندي موسم زي ما احنا قلنا هيكون بعيد أو على المستوى البعيد، أنزل العاسلات وأستغلها في تقسيمات. تمام؟ والتقسيمات ديت حتى لو على 4 براويز، حتى لو على 3 براويز، هي ممتدة 4 5 شهور على المواسم العسل اللي هتكون عندك، سواء الإخوان مثلا في ليبيا أو مناطق الخليج أو المغرب، الناس اللي بيكون هم منتظرين موسم الخروب في نهاية السنة. تمام؟ فالناس ديت طبعا لو أنا بتكلم، لو أنت ما قدامكش في الفترة اللي هي بعد كده مواسم، ممكن يكون عندهم مثلا موسم السدر أتوقع في ليبيا وبعض الأماكن في حدود مثلا شهر مثلا 5 أو 6 ميلادي، وممكن بعد كده يجلس فترة كبيرة ما فيش مواسم. فأنت بالنسبة لك لازم تنزل العسلات تقسمها طبعا في وجود ذكور ووجود تلقيح ووجود نشاط، ما فيش أعداء للنحل. تمام؟ وتبتدي تجيش في الخلايا ديت إن شاء الرحمن لحد ما يجي عندك خلاص على مقربة من الموسم بشهر أو ب45 يوم، تقدر ترفع العواسل دي مرة تانية، تقدر تجيش النحل كطوابق مرة تانية. تمام؟ إنما أن أنا أترك الخلية على طابقين أو 3 طوابق لفترة 5 6 شهور، لأ، أنا أتركها في حالة أن أنا أتركها شهر ونص، يعني 45 يوم، لا يوجد مشكلة. تمام؟ ولو أنا حبيت أخذ منها مثلا تقسيمة بسيطة 3 براويز يبقى كويس برضه، بحيث ان انا اخفف منها الكثافة النحلية واديها توسعة. تمام؟ فنتمنى طبعا كل اخ من الاخوان اللي بيستمعوا لينا ياخد اللي يناسبه، تمام، يعمل عليه. البلدان اللي ربما يكون فيها جفاف او عدم نزول امطار، نسأل الله يا رب ييسر لهم الحال. تمام؟ اكيد هو هيعمل في البلد بتاعته على مقتضى الحاجة اللي تقتضيه. تمام؟ ونسأل الله يا رب ييسر الحل للجميع ويوفق الجميع. أهم حاجة أنا كنحال وأنت كنحال، أعمل واجتهد. أهم حاجة تعمل وتجتهد والباقي على الله سبحانه وتعالى، ده اللي احنا نعمله. تمام؟ إنما إن احنا نجلس ونقول والله الخلية هتجيب عسل لوحديها أو هتتطور لوحديها أو هتجيش لوحديها، مش هيحدث ذلك. تمام؟ قمة النجاح كرجل نحال، أنت من اللي بيستمع ليا او اخت النحال اللي بتستمع ليا، قمه النجاح لما توصل بخليه تقسيمه من 3 براويز توصلها ل 20 وال 25 برواز. تمام؟ دي بيكون قمه النجاح. بتبص تلاقي نفسك انت كراجل نحال او تنظر نظره بسيطه كده ان الخليه دي كانت تقسيمه وكانت ملكه وكانت 3 براويز، وما شاء الله بقت قوه نحليه تقارب من ال 20 25 برواز. هنا تكون انت ناجح. وعشان تكمل نجاحك انك انت تحافظ على الكثافة النحلية اللي بقت عندك 20 برواز او 25 برواز، ان هي ما تنهارش منك والكثافة النحلية دي تنزل مرة اخرى منك، وبالتالي يكون ده مشكلة. نسأل الله يا رب يكون قضينا الموضوع دوت باختصار.
او بشرح ان شاء الله يكون الاخوان يستفيدوا منه باذن الرحمن. لما ننزل المنحل نحاول برضو نصور الخليه اللي هي الطابقين او الخليه اللي هي عاسله بطابق التربيه نصورها برضو ونحاول نتكلم فيها كذلك. نحاول برضو نركب الحاجز الملكي ونوري الاخوان نوري لهم ان شاء الرحمن نفض البراويز في طابق التربيه لما نيجي نركب الحاجز الملكي على اساس ان لو فيه ذكور تنزل في طابق التربيه وما تتحجز او ما تكونش الحاجز الملكي عامل لها اعاقه. هنحاول نتكلم برضو على الموضوع دوت بالصوت والصوره لعل المبتدئ برضو اللي ما وصلوش الفكره بالصوره الكامله يشوفها مباشره ويستفيد منها ان شاء الرحمن. وعيد مبارك على الجميع، ونسال الله يا رب يكون كل الجميع في خير واسره الجميع في خير وعائلته كلهم في خير وفي نعمه يا رب. ونحن اللهم امين يا رب العالمين. واخواننا الله يبارك في الجميع، لو في شيء اخطانا فيه او سهونا عنه نتمنى التذكير منكم. ولو في اي استفسار او تعليق ان شاء الله نكون في الخدمه سواء بالرد عليه في التعليق او لو احد يتواصل معنا على الواتساب ان شاء الله يتم الرد عليه. والله يسر الحل للجميع ونسال الله الخير والتوفيق للجميع. مشكورين شكرا جزيلا.